انت بتفتح مواضيع مع بنات؟ خالص؟ خالص ما جربتش؟ احترم. لا مش موضوع احترام، ده كدب كله. على حسب كل واحدة ولا دخلتها يعني. ازاي بقى الدخلة؟ ازاي بقى الدخلة؟ على حسب بقى، انت بتشوف الواحدة من عينيها كده في الأول، بتعرف يعني بتخش بقى على حسب انت اللي قدامك بتتعامل معاها ازاي، بتفهم ازاي. الدخلة الأولانية بقى اللي هو انت ممكن تقبل منك كلمة أو ما تقبلهاش. يعني عاملة ايه؟ أخبارك؟ المذاكرة بتعملي ايه؟ جوجل نام يعني. رايحة فين بكرة؟ لا أي كلام، العادي الكلام بيجيب بعضه بقى. تحب الولد اللي بيعرف يفتح مواضيع ولا الولد اللي غلبان في نفسه ده؟ زمان كنت بحب الولد اللي غلبان في نفسه والطيب وكده، بس طلعوا لا يعني بيمثلوا علشان يعني كده تبدأ بقى ايه، أنا عايز أعرف أكتر عنه، عايز أعرف أكتر عنه، فإيه تاخد على دماغك في الآخر. غلبان في نفسه كده، أحب الحريم. ولا ده كلهم يقرفوا. بص بتلاقي انواع، نوع بيحب كده ونوع بيحب كده. لو التربيه اللي هي طالعه منها عاديه وفي انفتاح كده، بتحب اللي هو اول ما يشوفها يروح يقول لها انا معجب بيكي. لكن لو هي تربيه مقفوله عليها، تحب بقى اللي يفضل يبص لها بعينه 3 سنين وبعد كده يكلمها. على حسب البنت نفسها، لو بنت زينا كده اللي هو عايزه ازاي يعني مدردحه يعني وبتاع، هتقول لك تحب تفتح مواضيع. لو بنت قفله تقول لك عايزه ولد اللي هو النيرد ده، اللي هو الصف الاول في البنج ده وبتاع. قول لي بقى، فاكر اول مكالمه كلمتها مع بنت؟ اكيد دي عمرها ما تنسي يعني. قلت فيها ايه بقى؟ مفيش ولا كلمه طلعت صح، كل الكلام بلجلجه كده وكل الكلام مش مفهوم وحاسس انت بتتهته في الكلام كده، انسان مش طبيعي. ايه هو امتحان ثانويه عامه ولا ايه؟ اصعب بكتير على فكره. على فكره الثانويه العامه انت بتبقى مذاكر شويه، لكن انت مش مذاكر دي ممكن تقبل الكلمه وما تقبلهاش او الدنيا تبقى عامله ازاي. كان الكلام بقى اللي هو بتاع اليومين دول، وحشتيني والكلام ده. قول لك ايه بقى؟ وانت كمان وحشتني وكلام كبير بقى على الهوا بقى. بيبي طب انا بقول للناس كلها بيبي. طب يقول لي ايه ده انتوا بتقعدوا هتودوه لبابا ولا ايه؟ ازيك قفلته؟ بس كده؟ شحيح ولا اي حاجه؟ لا هو انا اساسا شخصيه بكره الرغي يعني عموما، سواء من ولد او بنت، فانا بحبش الكلام في اي وقت، هو كلام على قد الكلام بس. كانت مكالمه كانت ان انا هتفق، حبي يتفق معايا وياني زميلي ان احنا هننزل نجيب النتيجه. والله النتيجه وتفش بقى اخويا قفش. لا والله انا كنت ببقى نايمه وهو بيتصل بيا صحيني من النوم عشان اقعد اتكلم معاه، وكنت ببقى مخنوقه جدا عشان كنت ببقى عايزه انام. فاكر اول خروجه بقى عملت فيها ايه؟ اول خروجه رسمي ولا عرفي؟ عرفي. عرفي ماشي، كنا في المقطم. رسمي؟ اسمي لا، كنا في سينما جالاكسي اللي في المانيا. مقطم برضه يعني. ايوه يعتبر. اول خروجه عملنا فيها ايه؟ رحنا الاهرامات عشان كنا بندور على الشقه اللي احنا نتجوز فيها، كانت في شارع الهرم وقلنا نعدي على الاهرامات بس. اهرامات. بس ما عملناش حاجه والله، كان لسه في انت عايز تعمله ولا ايه؟ قلنا كنت بندور على الشقه الناس هتتجوز يعني في ايه يعني؟ ولا اي حاجه، قلت له عايز اكل، كنت جعانه جدا. عايز اكل في اول خروجه؟ ايوه والله، واكلني كنتاكي كمان. كنا في ثانوي وكان اتحاد الطلبه بتاع المدارس، فروحنا سوا عشان ما اعرفش العنوان. قلت له في اول خروجه بقى؟ لا ده صاحبي عادي، انت بتلبس لي ليه يعني؟ لا عادي، احنا كده وخلاص كنا ساكتين لحد ما رحنا هناك. يعني كنتوا ماشيين كده محترمين مفيش اي حاجه؟ لا كنا راكبين ميكروباص. امك مسكت ايد ماما. اول لمسه ايد كانت ممكن بعد 6 اشهر تعارف. كانت عندنا في الصاله على الكنبه. ما بتعملش حاجه. اول لمسه لاي حد بتبقى مختلفه. ايه يا عم؟ سيب حراره. كانت سخونيه. وهي كانت حاسه بايه؟ النفس السخونيه اكيد. لا والله ما في، بقول ما فيش خروجه، ما في لمسه. انا بقالي 22 سنه سنجل يرضيك. مصحف. طيب مفيش بقى ولا لمسة ايد ولا 12، انا بكلم المواكيس دول بعد الساعة 12.